أهلا بحضرتكم. الأوضاع الصحية في غزة تسير من سيء إلى أسوأ في ظل تعمد الاحتلال إخراج المنظومة الصحية من الخدمة والقيود التي يفرضها على دخول الإمدادات الدوائية. وبسبب إجراءات الاحتلال، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لها في محافظة غزة خرجت عن الخدمة، مرجعة ذلك إلى إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري على مناطق مختلفة في المحافظة والتي تتواجد بها النقاط الطبية والعيادات. كما خرجت أيضا جميع مستشفيات مدينة رفح الفلسطينية والتي تتعرض لعملية عسكرية برية منذ 6 مايو الماضي عن الخدمة، ولم يبقى أمام المرضى والمصابين سوى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وتحذر إدارته من انهيار وشيك على وقع مخاوف باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي له، كما اقتحمت مجمع الشفاء بمدينة غزة من قبل. هذا ويواجه عشرات المرضى الفلسطينيين مصيرا مجهولا، ذلك بعد خروج المستشفى الأهلي العربي المعمداني عن الخدمة بسبب العمليات الإسرائيلية في المناطق المحيطة بالمستشفى في غزة، ما جعل سكان المنطقة أمام نقص حاد في خدمات طبية تخصصية لا تتوفر في غالبية مستشفيات القطاع، مثل جراحة الأوعية الدموية وجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة القلب وعملياته المختلفة. ويذكر أن 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئيا، وتواجه أيضا نقصا حادا في العاملين والإمدادات الطبية بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، ما يجعل العاملين في مجال الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح. كما أدت عمليات الاحتلال إلى استشهاد نحو 500 كادر في القطاع الصحي وإصابة المئات، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 310 آخرين ودمرت 130 مركبة إسعاف خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أشهر. أوضاع دفعت منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن حجم الإمدادات الطبية التي تدخل غزة غير كافية لاستدامة الاستجابة الصحية، وأن جميع عمليات الإجلاء الطبي خارج غزة لا تزال متوقفة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا بشأن أزمة القطاع الصحي في غزة. شكرا لكم على المتابعة.